صباح الخير عن جديد. دايماً بينقال إذا أردت أن تحكم على حضارة وطن فانظر إلى مدى تعلق شعبه بتراثه. والعونة والدبكة من التراث وبتهني التكاتف وشد الأيادي والغناء، وأكيد بتعني الفرح والمشاركة. والدبكة قديمة بلبنان، ولكن بدأ تتطور من عام 1957 بأول مهرجان قام لها اللي هي كان بعنوان الدبكة الشعبية ببعلبك بالبقاع، ومن حينها بدأ هذا الفن ينتشر دولياً إقليمياً محلياً وأكيد عبر الفرق اللبنانية الراقصة. للدبكة أنواع كتير، منها الدلعونة، الهوارة، الغزيل وغيرها، وبتختلف طرق تأديتها حسب الأغنية واللحن، وأكيد ما بتقوم إلا بمشاركة العديد من الأشخاص، وكل ما كان العدد أكبر كل ما صارت الدبكة أحلى. ضيفنا اليوم علي المصري من منطقة الخضر بعلبك من سكان بيروت، بدأ رحلته مع الدبكة بعام 2013 وأسس فرقة دبكتنا عام 2016، ويعمل على نشر الدبكة وثقافتها من خلال تعليمه بمعهده والتدريب أونلاين. أهلا وسهلا فيك علي. أهلا وسهلا فيك. كيفك اليوم؟ الحمد لله تمام. أنت كيف؟ قبل ما نفوت بتفاصيل دبكتنا والفرقة، خبرنا شوي عن حالك وكيف بدأت مشوارك مع الدبكة. هلا إجمالا مشوار الدبكة لكل الناس أنا بقول لهم إن هو ببلش كل لبنانية مزبوط ما في حدا ما بيعرف يدبك، ما في حدا ما بيحب يتعلم الدبكة. فإجمالا مشوار الدبكة مع أي حدا ببلش من العائلة الصغيرة، لأنه إذا العائلة الصغيرة كان فيها هيدا النمط وهيدا الروح وهيدا الفن موجود عند شخص معين أو بأنتراج العائلة مثل ما هو، أكيد هذا الشخص بينمى عنده بيبلش عنده. ومثل ما بلش عندي، نحن تقريباً بالعائلة الكل بيدبك كلياتهم. فبلش تقريباً من 2013 مثل أنه ممارسات عائلية، مناسبات صغيرة، مناسبات شوي على أكبر، شوي شوي صرنا انضمام لفرق معينة وتطورت لحتى وصلنا لهلا. اكيد يعني نحن بنعرف كل بيت بيعرف الدبكه، وين ما نروح على حيلا عشاء عرس بنلاقي عالم عم تدبك، ودائما يعني بنتعلمها يمكن على الارض دغري. اول ما نوصل بنشوف العالم عم تدبك بنصير نشوف شو عم بيعمل، بصير عنده فضول الواحد انه ليش عم يعملوا، هنا ما بعرف اعمل، بصير بدي اعمل مثلهم. يوم شو بتعني لك الدبكه اللبنانيه؟ اجمالا الدبكه اللبنانيه، خلينا نقول الدبكه بشكل عام، ما بدنا نخص اللبنانيه، الدبكه بشكل عام بالنسبه لعلي هي كل شيء. أنا ما بعمل شيء بالحياة إلا يمكن إنه دبكة. من 2013 لهلا يمكن ممارسة يومية ما بقفي أبدا، كل الفكرة وما فيها إنه صارت شغل أكثر ما إنه صارت هي هواية. وشغل مع هواية بيعطوا نتيجة كتير كبيرة. هي هيدا أحلى شيء لما نكون عم نشتغل بشيء كتير منحبه، صح، ومنلاقي حالنا عم نعطي. يعني هلا ذكرنا كمان بالمقدمة إنك بتعلم ورح نفوت أكثر بالتفاصيل، ولكن اليوم بس نحكي عن الدبكة دايما منفكر تكاتف، منلاقي الأشخاص مسكين قدام بعض كلهم بيرقصوا مع بعض، وقلنا كل ما كانت أكتر كل ما أحلى. شو مفهومك للدبكة بشكل عام؟ إجمالاً هي الدبكة من أول ما خلقت كان هي هدفها التضامن والمحبة من أول ما خلقت. من قبل إذا بنرجع نحن قبل لشي 250 سنة لورا، من نشأت الدبكة؟ نشأت بكرة صغيرة بالناس معينة هدفها بالأعراس. هأسألك سؤال، ليش في شيء اسمه دبكة بالأعراس؟ حدا بيعرف؟ لأنه كانوا قبل اللي يتجوزوا اثنين قريتين مع بعض أو عائلتين بنفس القرية، لحتى يقدروا يتكاتفوا ويتضامنوا ويؤدوا هذا المفهوم بين بعضهم كانوا يستعملوا الدبكة اللي فيها تشابك الأيدي، مزبوط، خب الأرجل اللي هو بيدل على الرجولة والعنف، ويمشوا مع بعض، يمشوا مع بعضهم كلهم، كان بتدل على دلالات كتيرة قبل، وتطورت وتطورت لحتى وصلت لنا لهلا. كنا عم نحكي شوي عن أنواع الدبكة، يمكن أنت فيك تعطينا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، خبرنا شوي عن أنواع الدبكة. هلا إجمالا الأنواع اللي أنت قلتهم هن مزبوطين اللي كانوا من قبل على التسميات القديمة مثل الهوارة، الغزية، الحدو، الدلعونة وغيرها كثير. بس إجمالا هلا إذا بنجي نحن لهلا لوضعنا هلا، وحتى الناس الأجيال اللي عم تحضرنا هلا تقدر تفهم الموضوع وتتقبله أكثر، بدنا نحكي بلبنان في نحن عندنا 6 أنواع دبكة. نوع موجود منطقة الشمال اللي هو دبكة العرب، تمام، و5 أنواع موجودين منطقة بعلبك اللي هن الدقة، الدقتين، البداوية، الزينو والعرجة. 6 أنواع بلبنان. هلا إذا نحكي باقي الدول العربية في كتير أنواع، أكيد تتوسع أكثر، مليانة. بس عم نحكي يعني نحن عم نحكي مثلا إذا بناخذ مثلا عن سوريا في أكثر من 18 نوع دبكة، بكل محافظة في نوع بينتشر وبيتشعب لأنواع تانية، أكيد بيتطور. تعرف علي هالحديث كله عن الدبكة هيك تحمسنا، خلينا نحضر فيديو قصير عم ندبك فيه ونرجع بنكمل. We'll be right back.
يعني عم نشوف كمان بعدهم يمكن تغيرت وتطورت شوية الدبكة هيك عملناها شوية معاصرة أكتر صح. بس بعدهم نفس الأشياء الموجودة كانت بالدبكة الأساسية موجودين عم نلاقي يعني كل العالم ماشي مع بعضها كمان حتى المسبحة الأشياء الأساسية كمان اليوم بتشتغل حضرتك مع أشخاص بتعلمهم كمان الدبكة عم تشوف في قبول مثل قبل عم تشوف الشباب عم بيحبوا كمان الجيل الأصغر بهذا النوع من الرقص اجمالا مثل ما قلنا باول الحلقه ما في لبناني ما بيحب يتعلم الدبكه ولحتى نقدر نحن نوصلها لهذا الجيل الجديد هلا انت مثل عم تشوف قصص المعاصره هلا تعال انت مثلا خبره عن موضوع الشروال او الجزمه في بدنا نقول نص الناس ما بيتقبلوا بقى هذا الموضوع لانه عم يشوفوا قصص غربيه وقصص شرقيه غير اللي هن بيتقبلوها فكيف نعصرها مثل هلا ما شفت انت ثياب جديده بطريقه جديده بلا مركزيه بالرقص مش ضروري يكونوا صف واحد فيهم يكونوا واقفين حد بعضهم يكونوا واقفين قبيل بعضهم بمناطق معينه بعضهم يستعملوا الملوحه او المسبحه او العصايه بس بطريقه يفهموها يعني احنا لما نعلم هلا بنعلم بطريقه عصريه اللي هي طريقه العد بنعلمه كيف يعد قبل ما يتعلم الدبكه مجرد ما تعلم كيف يعد هو بصير الدبكه سهله لانه اذا بتطلع بالدبكه بايد هي ماشي اشخاص عم يمشوا بريتم معين بطريقه معينه ومع بعض مع بعض مية بالمية وهذا ببين تناغم مع الأشخاص صح. والمشاركة اللي كنا عم نحكي عنها علي اليوم بس نحكي كمان تدريب أونلاين يعني بنعرف أنه العديد من الأشخاص بيعطوا كورسز بيعطوا قصص أونلاين ولكن الرقص بالتحديد كيف بيتم هذا الشيء أونلاين من أصعب الصفوف اللي احنا بنعطيها هو بيكون أونلاين بس عم نلاقي منه نتيجة ليه لأنه الطريقة اللي احنا عم نعلم فيها سلسة وسهلة وبسيطة للناس مثل ما قلت لك طريقة العد يعني احنا أول شيء ما نبلش معه إذا شخص أونلاين عم تحكي أونلاين يمكن يكون بدولة عبر القارات محل كتير بعيد بس عم يشوف قدامه على الشاشة المدرب اللي عم يعلمه كل الهدف منه إنه يوصله الفكرة إنه هو يعلمه العد كيف يعد بالدبكة يعني كيف يعد من الواحد للستة على كل رقم في عنده خطوة بدي يعملها مجرد ما لقط هيدا البيزك اللي هو العد مع الخطوات اي ستيب انت بتقدر تعطيها بيقدر يتقبلها هذا يا حيلم تدريب رقص كمان بيمشي صح. على هذا المبدا فالدبكه نفس الشيء ما في رقص ما له عد والرقص اللي ما له عد يعني هو اللي عم يدربوه غلط يعني شفنا كمان علي بالفيديو هيك في شويه اشياء جديده متطوره شوي ذكرنا انه الدبكه بلشت شوي تتطور اكثر واكثر يمكن لما بلشت تنتشر اسرع كمان 100% اليوم كيف كانت الدبكه اللبنانيه من كذا سنه لنقول 50 او 60 سنه فولكلور شو تغيرت اليوم الدبكه من قبل كانت عباره عن فولكلور تراث يتقدم بالمهرجانات الثقافيه بالاعراس بالحفلات بطريقه تقليديه وثقافيه اكثر بس اذا بنجي هلا شو اللي تغير فيها تغير فيها يمكن اللبس نمط التقديم حتى طريقه انتشارها قبل كانت تنتشر عبر الفيديوز او الاعراس او الحكي هلا صارت عم تنتشر من خلال شو مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي الفايرل اللي لها اسهل بكثير وانتشارها كثير واسع فانت ضروري مثل ما نقول نواكب أكيد. الناس الباقيه ولازم نستعمل هيدا الانتشار كمان تننشرها اكثر يعني ما فينا نحن نضلنا ومحلنا والناس بعدها عم تتقدم بانواع رقص ثانيه بعد الدبكه مثلا شروال وجزمه من قبل مش عم ننكرهم هن تراث بس نحن فينا لازم نتطور مع العالم مثل ما نعم يتطوروا برقصهم مش غلط يعني مهم المحافظه على هيدا التراث بالنهايه فينا نعمل عده اجزاء منه او بطريقه مختلفه نسخات ثانيه صح ولكن بعده الاساس هو ذاته 100% نشوف فيديو علي نحن والمشاهدين كمان نوع كوريوغرافي للدبكه كمان بطريقه جديده ومنتابع شفنا بهيدا الفيديو يعني طريقه جديده ومعاصره صح. من ناحيه الكراسي من ناحيه الكوريوغرافي كمان وبدنا نحكي اكثر يعني خلينا نفوت بالتفصيل عن فرقه دبكتنا اللي هي الفرقه اللي كمان حضرتك مؤسسها وبتركز على الدبكه بلشتوا بال2016 صح خبرني كيف بلشت فكره دبكتنا وكيف بلشت الفكره بلشت مثل شباب بين بعضهم انشئ فرقه لحتى نقدر نشتغل بهذا الدومين ونقدر نتطور فيه اكثر بحكم الفكره اللي احنا عندنا بلش بال2016 كنا نتمرن بمحلات معينه مثل بنوادي خاصه قدمنا على Arabs Got Talent بالاوديشنز ما صار نصيب ما نجحنا رجعنا كفينا بالمسيره كلها قدمنا شيء اسمه بلاك لايت دبكه
مش طريقة تقليدية، طريقة معاصرة أكتر. تطورت تطورت ل من سنة ونص قدرنا نفتح معهدنا الخاص، والفرقة تقدر تكون موجودة بأكثر من 300 عرس بلبنان، أكثر من 4 مهرجانات موجودة بلبنان، أكثر من عمل فني برات لبنان، قدمنا ورش عمل برا. نحن أكثر شيء بدبكتنا بتاخده، نحن مش فرقة دبكة، نحن كوميونيتي. كوميونيتي مختصة بالدبكة، بتقدم فرقة دبكة بتعمل انترتينمنت شوز بالأعراس، بتقدم محل بيعلم الناس من عمر 3 سنين ل 60 سنة، دبكتنا أكاديمي، بتقدم عليه مثلا بيطلع بيحكي هالتوكس عن الدبكة بأنواعها وأشكالها وقواعدها ونظامها وكيف لازم تكون وكيف لازم تتأدى. نحن كوميونيتي بهمنا الدبكة تقدر توصل للناس بأسهل طريقة وبضوابطها مثل ما هي بكل جوانبها، اي شيء جانب موجود بالدبكه بيكون موجود بدبكتنا. اكيد، وبعتقد هذا سر النجاح، لما تكون عم بتقدم الفن وبعدك انه واثق انه هذا الفن رح يوصل وما عم نغير فيه بطريقه غلط. صح. عم نطوره، عم نغير يمكن باشياء صغيره ولكن عم نحافظ عليه وعم نقدر ننقله. عم شوف يعني عندي هون انه المشاركات تقريبا اللي كانت كمان فرقه دبكتنا فيها، في عنا مهرجانات برات لبنان مثل بالصين مهرجان اسيا للرقص، بالسعوديه موسم الرياض، كمان بمصر بدار الاوبرا، واكثر من 200 مهرجان بلبنان محلي. صح. هون يعني عم نشوف العديد من المحلات اللي كمان عم بيطلبوا هيدا الفن وعم بيكونوا عم بيشجعوا اكثر واكثر. كمان ببيروت شاركتوا بحفل عمرو دياب مؤخرا ببيروت، وعملتوا كذا فيديو كليب، وبتركيا كمان في 300 عرس. اسم الله عليكم، يعني ما عم تهدوا. خبرني كيف بيتم التحضير لهيك نوع من الشوز، وخاصه لما نكون عم نحكي مثلا حفل عمرو دياب في بيكون الاف والاف من الجمهور، وبذات الوقت كلهم يعني ناطرين دبكه او ناطرين يشوفوا شيء معين، وانتو عم تطلعوا وتعطون كمان اللي عم بتقدوا. اجمالا مثلا خلينا ناخذ مثلا حفل النجم عمرو دياب، صار بيروت تقريبا كان في 17000 متفرج. واذا بدك تحكي عن موضوع التحضير اللي قالوا، اختصر لك، نحن مثلا قبل 3 ايام كل يوم تقريبا من 8 بالليل لل 6 الصبح تحضير للمهرجان. لانه اللي عملناه بحفل عمرو دياب مش دبكه تراديشنال، مش شيء قديم، بالعكس كان ميكس اورينتال هيب هوب مع دبكه، حتى الميوزك كان عملها دي جي روج، بنوجه له تحيه. كان مدتها 6 دقائق برقص معاصر بطريقه متطوره للدبكه لحتى تقدر توصل للناس، وما تتخيل ردة الفعل كيف كانت من العالم. مينيموم يعني بنعرف قد ايه الدبكه لحالها بتحط حماس بالعالم، فكيف كمان 17000 شخص. صح. كلهم منتبهين على هيدي الدبكه وفايتين بالجو اكثر واكثر. في عنا بعتقد فيديو لفرقه دبكتنا كمان جاهز، خلينا نتابعه سوا ومنكمل. يا دغري بنفوت بالجو، سبحان الله، بس نسمع غنية هيك شوي تحسها التراثية او شوي وين في لبناني في دبكة 100%، وين في لبناني في دبكة. والحلو انه بنشوف الحماس، بنشوف الجو اللي بيكون، يعني مش بس رقص، هي اكيد رسالة كتير اكبر من هيك، الدبكة اللبنانية بشكل عام. بس نحكي كمان عن ورشات عمل، عم تقوموا بورشات عمل ببيروت وبالاردن كمان. صح. خبرنا تفاصيل اكثر. اجمالا ورشات العمل نحن بنقدمها بعيدا عن موضوع الاكاديمي، لانه في ناس يمكن ما بتقدر تيجي على الاكاديمي، الاكاديمي موجوده ببيروت، في ناس برات منطقه بيروت، في ناس برات البلد، فبنحاول ننظم اكثر عدد ورش عمل للناس بمناطقها بالدول لحتى نقدر نقدم لهذا الفن بخلال ساعات معينه لتعلموه بالطريقه السهله. ببيروت بلبنان نظمنا اكثر من 4-5 ورشات عمل، منهم مع مؤسسات خيريه ومنهم عندنا بالاكاديمي ومنهم مع مؤسسات خاصه. وبرات لبنان قدمنا بس ورشة عمل لهلا بالأردن، وإن شاء الله هيدي السنة عنا أكثر من 16 دولة عنا فيهم ورشة عمل. شو حلو، يعني اسم الله سكادجول معبى يعني، بس أكيد هيدا الشيء بيكبر القلب، وبعتقد هيدا الشيء بفرحكم أكثر. أول ما بلشت تذكر الشغل وشي بتحبوا يعني يكونوا ممزوجين سوا، فبعتقد هيدا سبب كمان كتير كبير للنجاح. كمان عم نحكي عن نشاطات إنسانية عم بتقوموا فيها، يعني فرقة دبكتنا مش بس عم بتقوم بمهرجانات أو بحفلات، ولكن عم بتقوموا بنشاطات فنية إنسانية كمان. صح. بطريقة ما، يعني مؤخرا في زيارة لمركز سرطان الأطفال وكمان مؤسسة الإمام الصادر للأيتام، وبعتقد هيدي رسالة كتير أهم من إنه بس نكون عم نعمل الفن كرمال تسلية، كمان تنوصل قضية إنسانية. خبرنا عن هول الزيارات وخبرنا أكثر عن التفاصيل. هذا اللي أنا حاولت قلت لك إياه، دبكتنا هي عبارة عن كوميونيتي. أنا بالنسبة لي
عندي استعداد انه نزور كل يوم مركز من هالمراكز ونضل عم نعلمهم ونتشارك هذه الدبكه مع الاطفال والفرحه على انه نعمل 100 حفله. يا ريت يعني هذه دعوه لكل المراكز، اي مركز نحن جاهزين نزوره لو كل يوم ونضل عندهم كل يوم، نقدر نقدم لهم هذه لاطفالهم للمراكز الموجوده عندهم، ما عندنا اي مشكله. فكره بهالاطفال اللي موجودين بالمراكز الانسانيه او مراكز السرطان او مراكز الايتام، والاشخاص يمكن ما قادرين هن يتعلموها او قادرين يوصلوا لها، ويمكن بحبوها ويمكن ببيوتهم كانت موجوده عندهم قبل واختفت، كيف بدها تتوجد لهم؟ بده حدا يقدمها. عم نشوف نحن وعم نحكي كمان عن موضوع الفيديوهات وبتشوف رده فعل الاطفال، يعني نحن بنعرف يمكن هؤلاء اكثر اشخاص عايزين كمان شويه راحه نفسيه او تغيير جو بطريقه ما، مثل ما ذكرت علي يمكن ما قادرين يطلعوا 100%. ما قادرين يشاركوا فبتوصلون هذا الشيء لعندهم. قد حلو هذا الموضوع كمان، كمان قد اهميه يعني مشاركه الدبكه بالتحديد، كونه التراث كونه يمكن فولكلور قديم، وعم بتجربوا مش بس تعلموا رقص، عم بتجربوا تعلموا الدبكه بالتحديد واللي هي يمكن اهم بكثير من تعلم رقص مجرد رقص لحاله. خبرنا اهميه الحفاظ على هذا التراث وكيف عم تقدر تشوف كمان ردات الفعل العالم. ليك فكره الحفاظ على هذا التراث خلينا ناخذه ونقارنه مثلا بموضوع الزجل. الزجل مؤخرا بطل موجود. ليه؟ لانه اماكن تواجده بطلت موجوده، كانوا يعملوا له مسابقات، حفلات خاصه لإله. مزبوط. الدبكه موجوده بكل بيت، موجوده بكل تليفون، بكل عرس. قد ما كان العرس بدي اقول لك مودرن او لكجري او غربي اكثر، ما في بده يتواجد 10 15 دقيقه دبكه فيه. فاهميه الحفاظ على الموضوع لحالها عم تتراكم، ما بتختفي، والدبكه من هون ل 100 سنه حتضلها مثل ما هي وتتعاصر اكثر. وفكره رده الفعل للناس، كل الناس لبنان ولا غير لبنان، اي شخص بيشوف هيدا العمل اللي هو نوع من انواع الرقص اللي هو الدبكه بينعجب فيه من اول نظره، لانه عباره عن بيعطيك روح، طاقه، جو، حيويه، دبكه ضحكه اكثر ما اذا تطلع فيها. ما بعرف ليش ناس تاخذها انه هي رجوله وعنفوان اكثر شيء، بالعكس هي تعتمد على تناغم وضحكه وبسمه وانرجي انت عم تعطيها من الرئيس للناس اللي عم تحضرها، فهيدا اللي بينعكس للناس وبيحبب الناس بهذا الملف. هون كمان عم نشوف فيديو بمؤسسه الامام الصدر للبيت، كانوا اكثر من 400 طفل هون، يعني عم نشوف قد ايه كثار العالم وقد ايه يعني منتبهين وحابين كمان اللي عم بيصير، وهيدا بعتقد اهم شيء بيطلبه الفنان لما يشوف رده فعل كمان حلوه من اطفال، يعني عم نحكي بالنهايه وهن يمكن اكثر اشخاص صريحين. اجمل رده فعل ربي رده فعلهم. يعني عنا العديد من المواضيع اللي كمان عم نشوفها، بس بالنهاية فرقة دبكتنا أكيد إن شاء الله بكل التوفيق اسم الله مبكلين لسكاجول هيدا السنة، بس شو بدنا نتوقع هلأ نشوف إن شاء الله؟ نحن مكفين بكل شيء نحن عم نقدمه تقريبا، التقدم، التطور، التغيير بكونسبت الدبكة، بس الحفاظ على البيز اللي حنشوفه نحن تغيير مش جذري، بس تغيير بكذا جانب من الدبكة، وإن شاء الله لقدام لقدام نوعدهم بشو؟ حفلات موجودة، مهرجانات موجودة، نقعدهم بأعمال جديدة لا أكثر ولا أقل، هذا اللي بنقدر نقعدهم فيه، وإن شاء الله نضلنا نقدر محافظين على هذا التراث بطريقة صح بطريقتنا المعاصرة. أكيد. علي بدي أشكرك لوجودك معنا، الأشخاص اللي عبالها تواصل معكم عندكم أكاونتس على السوشيال ميديا؟ أكيد نحن عندنا أكاونتس موجودين، دبكتنا على السوشيال ميديا انستغرام تيك توك، وحتى الأرقام موجودة عليهم. أكيد يعني اللي عبالو يعرف أكثر يشوف كمان فيديوهات لدبكتنا للفرقة، يفوت على الأكاونتس، يفوت على الأكاونتس بيشوف كل شيء. كلمة أخيرة بتحب تقولها علي بالختام؟ بحب أوجه رسالة لكل الناس الموجودة بلبنان، إذا بعده ما تعلم أو ما ملاقي طريق لحتى يتعلم او حاسس انه هو قطعت عليه، يبلش بابنه، لانه اصعب شيء ان الواحد يوصل لمرحله بالعمر، ما بعرف اذا انت بتعرف تطبخ ولا لا، بس صعب يوصل لمحل يكون بمناسبه معينه شوف ناس عم تطبخ وما يطبخ. وبدي اوجه تحيه لكل شباب الفرقه اللي معنا. أكيد. لانه هن جزء كثير كبير من هذا النجاح اللي وصلنا له من خلال التعب والتمارين والمجهود اللي بقدمه. اكيد يعني نحن كمان بنوجه تحيه لكل الاشخاص، والحلو كمان مثل ما ذكرت علي يمكن اذا بنبلش نعلم اولادنا نحن كمان بنتحمس نتعلم معهم، وبعتقد الدبكه مثل ما ذكرت ما في عمر، فحيلا وقت فينا نبلش نتبوك. ميرسي كثير لك علي المصري، وبدوري كمان بدي اوجه تحيه لكل اعضاء فرقه دبكتنا وكل شخص كمان عم بيساهم بنقل التراث والفولكلور للحفاظ على هذا الشيء بالاجيال الجايه، وبنعرف قد ايه هذا الشيء مهم للمجتمع. ميرسي لك علي المصري، مصمم ومدرب رأس ومؤسس لفرقه دبكتنا، ان شاء الله بكل التوفيق. صبحيتنا بتتابع ولكن بعد فاصل قصير.